دي ماديسون يخرب بيت ضحكتها، وده جيرمي شقط ماديسون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وراح يقابلها في بار، وبيبص جيرمي على صورتها فبيحس ان ماديسون دي انسانه حره طليقه، فبيكلم الصوره ويقول لها اموت انا في حريه المراه. ولكن مره واحده بيقابل في وشه طنط حريه اللي بتقول له هاي جيرمي انا اللي بعت لك الرساله، فقال رسالتي هو انت تبقي ماديسون؟ هي دي بتاعت التنس؟ فبتقول له بهزر معاك يا عم انا مش ماديسون، انا امها وجاي اتاكد ان اللي في بطني بنتي ده منك. فبيقول لها بطني ايه وانا شفتها اصلا؟ ولكنه بيبص لضحكه ماديسون فبيندم، فبيروح لطنط حريه وبيقول لها خلاص ابن ابني بس اتمنى انه يطلع شبهي مش شبهها. فقالت له مش هتفرق كتير. فبتقول له تمام هات بقى 300 دولار. فقال لها 300 دولار بتوع ايه؟ فقالت له حجز، اصلا هجيبها لك موديل السنه ولو عايز الفول اوبشنز هات 500. ومره واحده بتدخل الشرطه وبتطارد طنط حريه اللي بيطلع اسمها بيني، وبتطلع نصابه وبتشتغل الناس وبتقلب منهم فلوس مقابل انها بتستغل نقطه ضعفهم وهي الرفق بالنسوان. ده بقى ماتياس البرخت واحد امارت بيخسر ايراد الدكانه بتاعته كله في الحرام، فبيروح يدور على حد يشتري اسوره مراته عشان يكمل لعب. فبيشوف قدامه بار حلاوه بالمكسرات قاعد حر طليق كده، فبيدخل عليها ويقول لها اموت انا في حريه المراه، وبيطلب منها تشتري الاسوره وتبيع له نفسها. فبتقول له حبيبي انا عندي ميعاد بالليل سلام. فقال لها وانا كمان. فقالت له انا مرتبطه. فقال لها عادي وانا كمان. فقالت له طب انا واحده ست. فماتياس قال لها وانا كمان. وبتطلع جوزف النصابه اصلا وبتقدر تقلب منه الاسوره بواحده مزيفه وبتمشي بعد ما بتراضي رجالتها. فلوسهم بره شبه فلوس بنك الحظ اللي عندنا. بتسافر جوزفن على القطر المتجه الى بيمونت سورمير المنطقه اللي هي عايشه فيها، وبتسافر بيني على القطر المتجه الى بيمونت سورمير المنطقه اللي الرجاله اللي هي بتحبهم عايشين فيها، وبتروح بيني تقعد في المقصوره اللي جوزفن قاعده فيها، فالقطر بيتقلب. بتروح جوزفن تقعد مع بريجيت الظابطه واللي في نفس الوقت تبقى المساعده بتاعتها عشان يشتغلوا على ضحيه جديده اسمه جريجور جروفسكي. واول ما جريجور بيوصل ولسه جوزفن هتقوم عشان تدخل عليه، بتتصدم لما بتلاقي بيني راكبه مع العربيه. فبتقول جوزفن برضو للبنت دي هتستغله تاني وتشتغله، صعبان عليا قوي. فبريجيت بتقول لها جريجور، فقالت لها لا موتور العربيه. وبتروح بريجيت تفهم جريجور ان بيني نصابه وبيتقبض عليها وبتتحبس. بتتصل بيني بجوزفن عشان تحاول تطلعها من السجن، فبتيجي جوزفن وبتشتغلها وبتقول لها ان جريجور ده زي المافيا الروسيه، فانا لو مكانك اسافر من البلد دي ومرجعش تاني. فبيني بتقول لها ايوه لو قفشني هيعمل فيا ايه يعني؟ فجوزفن قالت لها هينفخك. فبيني قالت لها لا مش اكتر من كده مش هينفع. وبتوصلها جوزفن للمطار وبتمشيها جوزفن من المطار، وبيشوفهم من بعيد ماتياس اللي اتنصب عليه من جوزفن. فبيدخل على بيني في الطياره وبيشوفها حره طليقه عشان طلعت من السجن، فبيقول لها اموت انا في حريه المراه. وبتعرف بيني منه ان جوزفن اصلا حراميه، فبترجع لها وتقول لها توبتني وبقيت حرام يا معلم، عايشه في الديسك توب لوحدك وسايباني كده، خش في حضن اخوك وتعالي احضنيني كده وعلميني السرقه وخليني حد من رجالتك. فجوزفن قالت لها احضنك ازاي يعني انت ما تتحضنيش؟ فبيني قالت لها مش مهم احضني حته وسيبي الباقي. بتقرر جوزفن انها تكسب ثواب في بيني وتعلمها السرقه، ثواب وسرقه مع بعض، فبتخليها تعمل شويه تمارين وتستعد للعمليه. وبيجي يوم الافتتاح قصدي الاحتفال بان بيني بقت مؤهله خلاص انها تبقى واحد منهم، وبتدخل عليهم. فبريجيت اول ما بتشوفها بتقول ايه ده هي الفانتا تفاح القديمه رجعت تاني. بتقدر بيني انها تساعد جوزفن في 13 15 عمليه سرقه ونصب واحتيال. وبيجي يوم توزيع الفلوس، فبتقفش بريجيت بتاع 2000 3000 ورقه من بتوع بنك الحظ، وبيقفش البرت مساعد جوزفن بتاع 1000 ورقه بنك الحظ. وبتدخل على بيني وتقول لها ان شاء الله المره الجايه تبقى انت ساعدت الحظ. فبيني بتقول لها ايه ده فين حصتي؟ فجوزفن بتقول لها انت لسه تريننج. فبتتعصب عليها بيني وبتقول لها ان ملهاش دعوه هي عايزه فلوس او اي مقابل عملته الا هتكسر الدنيا. فجوزفن قالت لها خلاص خلاص يا ستي انت هتتعبينا ليه، انا هقول لك على طريقه توفري بيها فلوس، نزلي ابلكيشن وفرها من اللينك اللي في الديسكريبشن واستفيدي بعروض وخصومات 50% واكتر على المطاعم والسينمات واماكن الترفيه والفنادق من غير اي اشتراك شهري او سنوي، وتقدري تقسطي مشترياتك كمان، وخدي كود الخصم ده يا ستي طاهر 75 ده اللي هو انا يعني، واللي هيديكي خصم فوق الخصم وهيوفر لك 75 جنيه لو استخدمتيه في اي عمليه شراء. فبيني قالت لها هو كلام جميل وكل حاجه، بس انا عايز اعرف دلوقتي انت لابسه البدله بتاعت حمو بيكا ليه؟ وبتقدم بيني استقالتها وبتسيب جوزفن وتمشي. بتدخل جوزفن متحف من المتاحف عشان تعمل عمليه جديده، فبيشوفها زبون قاعد على كرسي وبيلاقي قدامه تحفه بتتحرك لابسه ابيض وبشرتها حمراء، فبيتنح ويقول حمار وحلاوه يا صواريخ. ولكن مره واحده بيتحرك تمثال من مكانه وبيدخل عليهم جري، فبيشوفوا الزبون وبيلاقيه لابس احمر فابيض برده، فبيقول حمار حلاوه يا فسيخ. بتبوظ بين النصابيه على جوزفن وبيعملوا هما الاثنين اتفاق هيتراهنوا هما الاثنين على شخص ما، واللي تقدر تقلبه هتدي الثانيه نص مليون دولار، وبيتفقوا على عيل صغير مليونير اسمه توماس فيستربرج عشان يشوفوا مين اللي هيقلبه. بتروح يومها جوزفن الكازينو اللي توماس بيلعب فيه الحرام، وبتدخل عليه وهي حره منطلقه، فبيشوفها وبيقول اموت انا في حريه المراه وانا بموت في الفساتين السودا الصراحه. ولكن مره واحده بتدخل عليهم قطعه بني ادم لابسه بني في بني، وبتقول له معلش قعدني على حجره
قصدي جنبك يا ابني. معلش اصلا انا مش شايفه قدامي. فقالها ايه ده انت كفيفه زي جدتي؟ فقالت له لا انا سكرانه بس هنمشيها كفيفه عشان ننول التعاطف. وبتاخده للبلكونه وبتقول له انا جاي عشان اكسب فلوس واساعد اختي، وبتطلع له صوره ماديسون من على الموبايل. فتوماس بيقول يخرب بيت ضحكتها، وبيديها فلوس عشان اختها تعمل عمليه تكبير للضحكه، وبيسالها ممكن اسالك سؤال؟ هو انت اتعاملتي ازاي؟ فقالت له ابدا يا سيدي، انا كواحده بتشجع مانشستر يونايتد قلت يا رب لو كريستيانو راح مانشستر سيتي تعمي. فقال لها وراح سيتي واتعمتي؟ فقالت له لا هو راح مانشستر يونايتد زي ما كنت عايزه، بس جيت احتفل وانا سكرانه وقعت من على السلم اتعميت. بيقرر توماس انه يعالج بيني على حسابه ويعمل لها عمليه ابصار ب 500,000 دولار، هيركب لها عينين ذهب تقريبا. وبتقول له ان في دكتور مشهور اسمه دكتور شافهاوزن هو اللي ممكن يعالجني. فقال لها وده موجود على النت وعنده ميل؟ قالت له ايميل ايه، احترم نفسك بقى. ولكن توماس بيدور وبيلاقي له ويب سايت فعلا وبيراسله، وبيكتشف انه موجود في نفس الفندق بتاعه. فبيطلع يدور عليه فبيلاقي جوسن في وشه متقمصه اسم الدكتور. فبيقول لها انت دكتور شافهاوزن؟ فقالت له هتاخد دنيا غصب. فقال لها ايه؟ فجوسفن قالت له العب نصب. بتروح جوسفن تعمل نفسها بتكشف على بيني، فبتفضل تعذب فيها وتهوشها عشان تخليها تخرج من مود الكفيفه ده، ولكن مفيش امل. لحد ما في الاخر بتوريها فيديو لمي حلمي وهي مذيعه، فبيني بتقول يا رب اتعمي بجد. بتاخدهم جوسفن عندها القصر بتاعها عشان تبدا عمليه تاهيل بيني للعمليه، وبتفضل مقضيها مع توماس وبيني اللي حول ليها ولا قوه، وبتفضل تروح معاها كلابز وترقص معاه وبيني اللي حول ليها ولا قوه، وبتفضل تعذب في بيني وتجرها وراها وهي على العجله والعجله اللي حول ليها ولا قوه. وبتعرف بيني من توماس انه طلع غني بس مش قوي، وكل اللي حلته 400,000 دولار يعني 6 مليون جنيه مصري، فقير قوي، وانه هيبيع اسهمه في الشركه عشان يدفع لبيني ثمن العمليه. فبتروح بيني تقول لجوسفن ان الرهان انتهى وان الواد غلبان وفقير وكان هيعمل ده عشان يساعدني. فجوسفن قالت لها حلو، ما احنا هنسرقه ونديله حسنات. وبتقول لها بيني ان توماس ده طيب وشكله بيحبني. فقالت لها طب ما هو لازم يتعاقب على اللي بيعمله في نفسه. وبيقرروا هما الاثنين ان الرهان مش هيكون على فلوس توماس، الرهان هيكون على توماس نفسه. بتطلع جوسفن على اوضه توماس عشان تغريه، فبتلاقيه لابس بدله كابتن جابر نسر الكونغ فو. فبتقول له ايه يا اسطى انت داخل حامي كده ليه؟ اموت انا في المساواه مع الرجل. وبتقول له هو الجو حر كده ليه؟ انت هوت قوي. فقال لها لا انا قفلت التكييف عادي. فبتفقد الامل وبتقول له كل ده كان عشان علاج بيني، اسيبك انا. ولكن توماس قام منادي عليها وباصص لها في عينيها، وراح توماس مطفي النور وقام كاشف المستور. بتخسر بين الرهان وبتعرف من توماس قبل ما يسيبهم ويسافر انه ادى لدكتور شافهاوزن ال 500,000 دولار. فبيقوم قلبها رايق ومدياله ال 500,000 دولار كل اللي حلتها في الحياه. فبيقول لها ازاي يعني؟ قالت له فلوسي وانا حره. قام قايل لها فلتحي حريه المراه. وبيركب توماس طيارته وبيودعها، واول ما الطياره بتطلع بتيجي جوسفن جاري وبتحاول توقف الطياره. فبيني بتشوف بدله الكاراتيه اللي هي لابساها وبتقول لها معقوله يا اسطى بعد اللي حصل امبارح ولسه معاك الحزام الابيض؟ ولكن جوسفن بتقول ان ما حصلش حاجه، انا دخلت استحمى عشان ارضيه، طلعت لقيته سرق كل فلوسي وهدومي وحتى البرفيوم بتاعي وقلب مني 500,000 دولار. هي صاحيه من النوم في روج في وشها ليه؟ وبيكتشفوا ان توماس اصلا نصب عليهم هما الاثنين استاذ، وبيشوفوا هما الاثنين الطياره اللي بتنقل توماس اللي نصب عليهم وسافر بالفلوس وهم مش عارفين يعملوا حاجه. وبتقوم بيني بصل جوسفن وقايله لها بس الواد حلو صح؟ بتقرر جوسفن انها تحاسب بيني على فلوس العمليات القديمه اللي عملتها معاها عشان تعرف تركب مشروع وتروح. ولكن مره واحده بيدخل عليهم توماس بعد ما ركب حلق في ودانه وتنى كم البدله. فبيني بتقوله انت خدت فلوسنا عملت بيها عمليه تحويل ولا ايه؟ وبيطلب منهم توماس انهم يعملوا فريق ثلاثي ويشتغلوا هما الثلاثه مع بعض. وبيسال جوسفن عن رايها فبتبص له وبتقول موافقه، وبيسال بيني عن رايها فبتبص له وبتبص الحلقه اللي لابسه وشكله وبتقول اموت انا في حريه المراه اللي هو انت يعني، انا معاك يا معلم. ما تنسوش تنزلوا ابلكيشن وفرها من اللينك اللي في الديسكريبشن عشان هو الراعي للفيديو ده، وتعملوا فولو عشان تتابعوا الفيديوهات الجديده، وتعملوا فولو لاحمد رضا عشان هو اللي منتج الفيديو ده. سلام.